موكب الأمهات الذي اتخذ من أم درمان قبلة له تداعت له أسر الشهداء والمفقودين والجرحى للمطالبة بالقصاص والحكم المدني. نحن كأمهات متأثرين شديد بالموقف ده، وإحنا ما عندنا حاجة نطالبها غير أنه نقول القصاص 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 لكل الشهداء، من الشهداء بتاع القيادة العامة والمات في ثورة ديسمبر دي كلها. نتمنى لو نكون من المقصاص، ونتمنى من الحكومة دي نتمنى انه الحكومة دي ما بنتفاوض معاه ولا شيء الا لما يكون القصاص يتم القصاص. الأمهات اللائي فقدن أعز ما يدخرن الأبناء، نددن بالانتهاكات والعنف المفرط الذي قوبلت به المظاهرات السلمية والمطالبة بحماية المدنيين. اليوم ده وقفتنا لشهداءنا الوطن، وقفتنا لأولادنا، وإحنا لحد الآن الشهداء اتفضل الاتسام القيادة العام لثلاث سنة حسا ما شفنا منهم أي حاجة. إحنا أساسا ما خايفين لأولادنا ليه؟ وكد مرقنا لتراب الوطن ده. الليلة طلعنا تضامنا مع أمهات الشهداء اللي بيسقطوا في الأيام دي، لأنه النزيف ما وقف وحقن الدماء ما وقف، وما بنتحمل سقوط أي شهيد تاني. يعني إحنا الثورة مستمرة حتى تحقيق كل المطالب وإنجاز العدالة ومحاسبة قتلة المتظاهرين، هكذا تقول الأسر المكلومة. أنا زوجي توفى 2019 يوم 6 أبريل اللي هو أول يوم في الاعتصام، وليه يوم الليلة دماء سودانيين ساير. أول حاجة نحن طالبين بها إنه حقن الدماء بتاعنا الأولاد، ثاني مطالبة العدالة لكل الشهداء. ويأتي موكب الأمهات الذي تضامنت معه عدد من المواكب بحسب منظميه في سياق الحراك الاحتجاجي والوفاء لدماء الشهداء الذين فاضت أرواحهم في سبيل الحرية والسلام والعدالة. هؤلاء فقدنا أغلى ما يملكن فلذات أكبادهن في مظاهرات سلمية، يتطلعن الآن إلى وطن معافى من كل الجراح، ينعم أبناؤه وبناته بحياة كريمة في كنف الحرية والسلام والعدالة التي فاضت من أجلها الأرواح. طارق بابكر، قناة الغد، الخرطوم.